الدكتور بسرعة. انت بزعق كده ليه؟ بزعق ايه الواد بيموت دكتور بعضنك. سماح ابعتي لي دكتور احمد من الطوارئ بسرعة. يا هيثم بصحى يا هيثم. دكتور دكتور بسرعة بقولك. والله انا كلمته وهو جاي بس شوية اجراءات. اجراءات ايه الواد بيموت؟ اهو الدكتور جه اهو. يا دكتور ايه في ايه؟ الواد بيموت يا دكتور. ده لازم يدخل عناية حالا. بقول لك يا سحر. ده اذا كان اسمك سحر يعني. فكرتيش قبل كده ان الواحد ممكن يكون بيعمل الغلط عشان يوصل للصح؟ لا ما فكرتش. يعني انا مثلا في ظروف تانية كان زماني شغالة في محل ملابس في شبرا المظلات، اخري 1200 جنيه في الشهر، يعملوا ايه؟ ما كنتش عرفت ادخل ابني مدرسة كويسة زي اللي هو فيها دلوقتي. انت عندك عيل؟ ايه؟ ما يحقليش؟ فكرتيش تبطلي؟ أتوب يعني؟ إيه اللي أنا قلته بيضحك؟ لا بس حسيتك كرفت فجأة كده على حسين رياض. فاضل قد ايه؟ ما فاضلش. والعمل؟ لسه مش عايز؟ لا عايز. ايوه 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 مين؟ روم سيرفيس. روم سيرفيس؟ انا ما طلبتش روم سيرفيس. حضرتك دي هديه من الاوتيل.